يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه ولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام وصلاح المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا